هل سبق لك أن درست موضوعاً ما فوجدت نفسك تائهاً وسط عشرات أو مئات من الصفحات وفي النهاية لم تستطع تكوين رؤية واضحة حول ذلك الموضوع؟ إن كانت إجابتك نعم فعليك بتعلم رسم الخريطة الذهنية، فهي الطريقة الأكثر فعالية لتلخيص أي موضوع ولتسجيل المعلومات. لذا في هذا الفيديو سنتعرف سوياً على ماهية الخريطة الذهنية وكيفية رسمها. أنشدت بسم الله ثم الحمد له، فالله أهل الحمد إن الحمد له. يا ربي أنت كلما رزقتني رأيت خيرا سابغا لحد له. الخريطة الذهنية هي أسلوب ابتكره توني بوزان المعروف بأستاذ الذاكرة للتعبير عن أفكارنا عبر مخطط نقوم برسمه باستخدام الكتابة والرموز والصور والألوان، وهي تساعد على تدفق المعلومات وربط المعاني المختلفة مع بعضها بالأسهم والخطوط. ما يميز الخريطة الذهنية هو وجود الرسومات والألوان والرموز فيها، بالإضافة إلى أنها عبارة عن صفحة واحدة، الأمر الذي يجعل الدماغ يتعامل معها بسهولة أكثر في عمليات المعالجة والتخزين ثم الاستدعاء، مما يعني الاحتفاظ بالمعلومة لفترة أطول، وهذا هو الهدف من الخريطة الذهنية. تمكن الخريطة الذهنية الشخص من استخدام الجزئين الأيمن والأيسر من دماغه، وبذلك تزداد القدرة على التعلم والاستيعاب. لذلك تصمم بطريقة مشابهة للخلايا العصبية في الدماغ، ومن فوائدها أنها تعطي دافعاً قوياً للطلاب كي يتعلموا، لأنها تجعل العملية التعليمية مشوقة وغير مملة، كما تغطي جميع المعلومات الموجودة في المادة التعليمية بطريقة شاملة ومختصرة، وتولد لدى المتعلم كمية كبيرة من الأفكار، وتساعده على ربط المعلومات ببعضها كي يصبح فهمها وحفظها وتذكرها أسهل عليه، وتمكن من مراجعة المعلومات السابقة وربطها بالمفاهيم الجديدة، كما أنها تراعي الفروقات الفردية، فكل طالب يرسم الخريطة الذهنية التي تتناسب مع قدراته. لكن يبقى السؤال المطروح، كيف يتم إعداد الخريطة الذهنية؟ يمكن إعداد الخريطة الذهنية بطريقتين: الطريقة اليدوية، وتحتاج إلى ورقة بيضاء وقلم رصاص وألوان. أما الطريقة الثانية فتكون باستخدام الحاسوب وبرامج معينة. أنا شخصياً أستعمل هذا الموقع، سأضع رابطه في صندوق الوصف لمن أراد استخدامه. ولإعداد الخريطة الذهنية يدوياً يمكن اتباع الخطوات الآتية: بداية يجب رسم دائرة وسط الورقة البيضاء كمركز للخريطة، ويوضع في الدائرة الموضوع الرئيسي إما على شكل رموز ملونة أو بكتابة كلمات يسهل تذكرها. رسم جميع التفرعات بنفس الاتجاه بحيث تنطلق من المركز وتكون على شكل خطوط منحنية. تحديد كلمة لكل فرع بحيث تكون المفتاح وتكتب فوق الفرع، ويمكن استخدام الألوان المختلفة، كما يمكن استخدام صور رمزية تعبر عن فكرة كل فرع. يمكن استخدام التفرعات الثانوية ويعبر عنها بكلمات بسيطة وصور رمزية. من التفرعات الثانوية يمكن رسم فروع جزئية حتى يتم الانتهاء من الأفكار التي خرجت من الفكرة الرئيسية في المركز، ليتم في النهاية الحصول على شجرة تحتوي تفرعات مختلفة تشرح الموضوع من مختلف جوانبه. ويجب التنبه لعدة أمور أثناء رسم الخريطة الذهنية، منها عدم تكرار الكلمات على الفروع، رسم التفرعات بشكل منحن وليس كخطوط مستقيمة، التدرج في ترتيب المفاهيم من العام إلى الخاص. أما عن هذا الموقع فلو شرحنا طريقة استخدامه لطال هذا الفيديو، لذا من أراد أن نشرحه في فيديو منفصل فليضع ذلك في التعليقات. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو. كان معكم أبو آدم، أحبكم في الله، سلام. أنشدت بسم الله ثم الحمد له، فالله أهل الحمد إن الحمد له. يا ربي أنت كلما رزقتني رأيت خيرا سابغا لحد له.